نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث اللي حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. جرى خلال الاتصال التباحث بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية وخصوصا في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة الخطة الاستثمارية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتير حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، جرى خلاله التباحث بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وتم تبادل وجهات النظر بشأن جهود التهدئة. وأشاد العاهل الأردني بالدور اللي بتقوم به مصر لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، كما ثمن الرئيس الجهود الأردنية في ذات السياق، وأكد الجانبان رفضهما التام لتصفية القضية الفلسطينية أو تحويل الأراضي الفلسطينية لمناطق غير قابلة للحياة بهدف تهجير الفلسطينيين. كما شددوا على ضرورة وقف الحرب بشكل فوري لإنقاذ قطاع غزة من المأساة الإنسانية التي يواجهها. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة الخطة الاستثمارية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وأكد مدبولي متابعته لإجراءات الحكومة في إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العام المقبل على الشبكة. كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه ناقش بالأمس مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس وزراء السعودية ملف الربط الكهربائي بين البلدين، وتم التأكيد على الإسراع في الإجراءات التنفيذية في هذا الملف. أيضاً امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. خلال الاجتماع قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد عرض تفصيلي حول الإجراءات اللي تم الانتهاء منها لدعم المستثمرين، وأوضحت أنه تم إصدار 1682 موافقة بيئية خلال الفترة من 1 يناير 2024 حتى 16 سبتمبر الجاري، مع توقيع عقود مع 5 مصانع أسمنت لإدارة وتشغيل 13 مصنع لتدوير المخلفات. أيضاً امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة جهود تطوير أداء سوق الأوراق المالية، واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن تطوير أداء البورصة المصرية يأتي في إطار مجموعة الإجراءات اللي بتتخذها الدولة لجعل بيئة الاستثمار في مصر أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية. كما أشار إلى أن الحكومة تعول كثيراً على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية اللي بيتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول في البورصة، وهو ما يسمح بجذب المزيد من تلك الاستثمارات عن طريق سوق الأوراق المالية. أيضاً امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة، واستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية تقرير عن جهود الهيئة خلال الفترة من أغسطس 2023 وحتى الآن، وده لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات التدريبية وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، نفذت عناصر من قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الصربية تدريب مشترك بما يدين التدريب القتالي لقوات الصاعقة، استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بجمهورية مصر العربية.